ليالي القاهرة اسم على مسمى يحملك هذا المكان إلى قلب العاصمة المصرية لتعيش أجواءها الرائعة وتستمتع بإنغام الطرب الأصيل وأشهى الأطباق المصرية التقليدية. وأنت لازلت في الدوحة لم تبرح مكانك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين، نحن اليوم في مطعم ليالي القاهرة. مطعم ليالي القاهرة مشاهدينا الكرام راح يقدم لنا بعض من الأكلات المصرية وفيها بعض من اللمسات الإقطرية مع الشيف سيد، خلكم ويانا. افتتح ليالي القاهرة في سوق واقف في أكتوبر 2011، وهو مطعم يتميز بتقديمه لأطباق مصرية تقليدية وبجو مميز يعيدك إلى زمن الطرب المصري الأصيل من خلال ديكورات خاصة. اللي يميز مطعم ليالي القاهرة عن أي حد اسمه ليالي القاهرة؟ نعم، أيام القاهرة، الأيام الإبداع الفن حتى كمان فيها. هنا عندنا صور فنانين موجودة، أم كلثوم، فريد الأطرش، كله موجودين هنا. حتى الديزاين بتاعنا برضك بنحب شغل أرابيسك، التراث الثقافي اللي كان موجود في مصر. نعم، موجود زي الحسين والحاجات ديت، المبدعين والمخرجين والناس. في عندنا برضك الراديو القديم اللي كنا نسمع عليه الأذان في ساعة الإفطار. نعم، ونسمع النشرات والسياسة. في عندنا الأسطوانات اللي هي بتتسمع بقى السلطنة، أم كلثوم، سيد درويش، الإبداع بتاع مصر. معنا اليوم الشيف سيد واللي حضر خصيصا من مصر من أجل هالمطعم، وراح يقدم لنا الطبق المتميز الشعبي عندهم هو الفول والفلفل. بقالي بالظبط 14 سنة شيف، اشتغلت في الماريوت، اشتغلت في أماكن معينة، في فنادق كبيرة كلاسيك 7 نجوم، خريج سياحة فنادي. بحب أعمل أكلات بإيدي وبحب أشتغل فيه، وفي إبداع وفي فن. أطباقنا اليوم هي المقبلات، وهي السلطة الخضراء على الطريقة المصرية. أما الطبق الرئيسي هو سمك البوري المحشي بالخضار، وطبقنا الحلو هو كنافة بالبلح أو التمر. خلنا الحين نبدأ مع أول طبق واللي هو طبق المقبلات، وهو سلطة خضراء على الطريقة المصرية. نبتدي الحين في أول طبق. نعم، نجيب احنا دلوقتي أدي الخيار. نعم، ماشي، ونقطعها كده. شيف، احنا لازم نشيل قشر الخيار ولا نخليه؟ لا، قشر الخيار بنخليه احنا عندنا في مصر، لكن في أماكن تانية بتشيل قشر الخيار، وبنعملها كده، بنقطعها وننضفها. شلون تنصح ربات البيوت انهم يقطعون الخضار؟ بنقطعه صغير كده عشان القشر بيحافظ على الماده اللي جوه، الفيتامينات والكالسيوم والاملاح، فعشان كده احنا بنخليها محتفظه بالايه؟ بالقشره بتاعتها الطبيعيه، وبنحب الاكل يكون طبيعي. ونقطع بعد كده الخس. ده الخس بتاعنا. واللي بيحب في فلفل حراق برضك بنحبه. ايوه، نقطعه صغير كده. ثم ناخدهم، عندنا هنا بسيمه. نعم، دي معلقه دي برضك، عشان كده احنا بنقول نحط فلفل بدل الفلفل الحامي دوت، ممكن نشغل فلفل اخضر. ايوه، بنجيب احنا عندنا الحامض، الليمون بتاعنا. ايوه، بس الليمون ده الليمون بتاعنا احنا صغير، مبزه كبير زي ده كده، وبعدين الحمض بتاعه عالي جدا، فبنحط منه شويه كده. نحط برضك شويه فلفل. احنا نقدر نستخدم يعني بدل نستخدم الليمون نستخدم الخل؟ نستخدم الخل برضك، بنحط خل برضك، وبنحط صوص برضك عندنا، وبنحط زيت زيتون فيها ونتبلها، وكمون، ده كمون بودر نستخدمه. في الكمون، الكمون حلو جدا، اما بنحطه بيمنع الغازات في المعده، بيمنع التفاعلات. نعم، ف
فعشان كده بيبقى سهل نحطه في السلطات ونتبلها كده. انا الصراحه اول مره اشوف يعني في السلطه يحطون كمون. في عندنا بردك الخضره اهيت موجوده بردك، في شبت بنحط شبت بردك على السلطه، بنحط كزبره خضراء بقدونس وبنقطعهم قطعات بتاعتنا العاديه. شيف في عليها. ناس يعني ناس ما شفت وناس ما عرفانا، في ناس ما يحبون ياكلون السلطه، انت شو تقول لهم؟ لا السلطه دي ده اساسي، السلطه دي اساس في بنيان الجسم نفسه. نغرفها كده وبنحط بردك ايه، في ناس بتحب ليمون زياده. ايوه بردك نحط لهم ايه، نص ليمونه نقطعها كده نحطها هنا كده ماشي، وبردك نقرنش الطبق بتاعنا. بردك نحط القرنش وده طبق النهارده ان شاء الله. ان شاء الله يعني طبق حلو ومفيد يعني للصحه بالهنا والشفاء ان شاء الله. الله يسلمك تسلم يدك. مشاهدينا الكرام، خلصنا الحين من اول طبق قدمه لنا الشيف هو طبق السلطه، خليكم ويانا عشان نروح للطبق الثاني. السلطه الخضراء على الطريقه المصريه مكونه من 150 جرام طماط، 100 جرام خيار، خس، 50 جرام فلفل اخضر، 30 جرام كزبره خضراء، 30 جرام بقدونس، 30 جرام شبت، 20 جرام ملح، حبه ليمون، 20 جرام كمون و100 ملي زيت زيتون. توجد مجموعة من الجمال داخل اسطبلات في سوق واقف، يمكن لجميع زوار السوق رؤيتها، وهي تعكس جزءا من التراث القطري الذي يحافظ عليه القطريون حتى الآن. وليالي القاهرة يقع على بعد خطوات فقط من هذه الاسطبلات. أما الحين فوصلنا لطبقنا الرئيسي هو السمك البوري المحشي بالخضرة. شف شنو أكثر أنواع السمك عندكم في مصر؟ أشهر أنواع السمك عندنا بيبقى عندنا في مصر وكل الشعب بياكله اللي هو البوري والبلطي، ودي من الأكلات المميزة عندنا، بس النهاردة هنعمله بطريقة تانية مختلفة، هنعمله النهاردة صينية في الفرن. نعم. ماشي؟ وهنسرفز معاه حاجة جديدة برضك، إحنا قلنا قبل كده إن هنحط كوسة بطاطس وجزر وهنحط معاه في السرفيز في الصينيه وندخله نعم. الفرن ويتاكل ماشي. ده اشتغل، ده السمك البوري. ايوه نفتحه كده، ده السمك عندنا اهوت ماشي، بفتحه انا بقى كده نحشيه من جوه. نفس ما تشوف مشاهدينا الكرام الشيف قاعد يقطع السمك من داخل عشان يحشيه لنا، طبعا خليكم مع الشيف عشان تعرفون الطريقه. نقطعه كده يعني عادي انقطع مدور كده مكعبات زي ما تحبي. ده الفلفل بتاعنا. ايوه نقطع كده انا سمعت ان المصريين يحبون الطماط، هل هاي صح؟ البندوره؟ ايوه الطماطم طبعا دي من الاكل اللي عندنا، ممكن بنعملها عصير، بنعمل بقى سلطة، بنعمل بقى شوربة، بتحط في خضار، بنعمل صلصة، كل حاجة شغالة معانا. يعني أنت عصير. يعني أنتوا تحبون الطماط وايد؟ الطماطم حلوة جدا، جميلة جدا، مفيدة برضك للجسم ده، وأملاحها برضك حلوة، وفي نفس الوقت مهضم للمعدة. ده هنا برضك نقطع الثوم. أيوه. زي ما شفت كده. ماشي، وده الخضر اللي عندنا، ده الشبت والبقدونس والكزبرة. خلاص، بنقطعهم كده. وانت ممكن اخليكي تشتغلي دلوقتي معانا ان شاء الله، امسكي السكينه ماشي وتقطعي معانا وتقرنشي، ممكن تحطي هنا شويه كمون، يحط كمون وشويه كزبره. طيب
الكمية اللي تبين احط فيها الكمية يعني معلقة حلوة كده فمك عشان البان ماشي وملح ونحط زيت الزيتون بتاعنا هتكمون قد ايه؟ شوية كتير ولا شوية صغيرين؟ نعم كمون حطيت قد ايه؟ حطيت ملعقة ملعقة؟ ايوه طب شوية صغيرين كمان بعد نحط شوية ماشي خلاص خلصتي؟ ايوه طب قلبي ماشي بس ما تاكلهاش ها انا قطعنا الخضار ماشي خلاص خلصتي خلصنا هاي بنحطها طبعا داخل السمك ايوه داخل السمك خلاص احنا قطعنا الفلفل قطع بردك ايه واحده كده رفيعه معاهم حطها معاهم كده ده خضار بنتبله نعمله كده ماشي ده كده السمك ماشي هنحط دي فرشه في الارضيه كده وده بقى ايه احنا هنا في بنقدمه دوت في مطعم ليالي القاهره نعم ماشي نقدم السمك بتاعنا كده الجديد ونحط السمك بتاعنا ده فوق كده ماشي والسمكه الثانيه اهيت نحطه كده خلاص وهنجيب ليمونه نقطعها سلايز يعني ناس ما نشوفه الصراحه شكله وايد شهي وحلو ده كده السمك بقى جاهز كده يخش الايه الفرن نخليه كده جاهز وندخله الفرن كم دقيقة نخليه بالفرن؟ بالظبط 10 دقايق الفرن دوت بيبقى سخن على درجة حرارة بردك 180-200 نعم. ونخليه سخن كده بياخد بالظبط 10 دقايق السمك ما بياخدش سوا كتير مش زي اللحمة مش زي الفراخ خفيف جدا صحي جدا أكله ممتاز تاكله في الصيف تاكله في الشتاء بيريح المعدة وبناكله في رمضان بردك جميل جدا وجبة أساسية. نعم. ماشي. ده الحاجة السمك بتاعنا النهاردة بنعمله كده بالطعم ده. شنو المكان اللي تحبه في الدوحة؟ المكان اللي بحبه في الدوحة هو الكورنيش. وليش تحب الكورنيش؟ الكورنيش زمان أقعد هوا جميل في ماء في خضرة في أماكن حلوة جميلة بنزورها وبعدين الخليج معروف وفي حاجات جميلة جبنا السمك اهوت إن شاء الله يعني نفس ما نشوف مشاهدينا الكرام شكل الطبق وايد حلو حتى الريحة حلوة ده طبعا سيرفيس فيه السمك ده السمك نعم طلعه حطه كده ماشي نعم ان شاء الله صد سمكة وحطها في طبق سمكة يعني بالضبط السمك ونحط مع السمك احنا بنحب نحط السمك كده ما شاء الله حلو خضاره ماشي اكيد هالطبق القريب طعمه حلو حطه كده وهنقرنش هنا بقى بنحط له قرنش بردك ليمون ماشي وطماطمايه جنبه وبنحب بقى اللي بيحب فلفل حامي حراق نحطه كده جنبه ماشي ونحط عليه شويه فلفل متقطعين كده رز قرنش ده طبق السمك بتاعنا ونحن الحين مشاهدينا الكرام ناس ما نشوف هاي الطبق يعني وايد حلو اللي قدمه لنا الشيف سمك البوري المحشي بالخضار مكون من كيلو جرام سمك بوري 150 جرام طماط 100 جرام فلفل اخضر 150 جرام بصل 50 جرام شبت 50 جرام كزبره خضراء 50 جرام بقدونس 250 جرام كوسه 250 جرام جزر 250 جرام بطاطس
كمون وملح وفلفل، 150 ملي زيت زيتون، حبتين ليمون وحبتين ثوم. من أكثر الأماكن المتميزة في قطر والتي يمكنكم منها شراء أجود وأحسن الأسماك الطازجة، أعزائي المشاهدين، سوق السمك اللي يقع في السوق المركزي قريب طريق سلوى. لديهم مختلف أنواع الأسماك من الهامور إلى الربيان وغيره. أما الحين طبق الحلو واللي هو كنافة بالبلح أو التمر. مشاهدينا الكرام، نحن الحين طبعا رحنا لحق ثالث طبق وهو طبق الحلو، وراح نعرف مع الشيف شنو الطبق الحلو اللي راح يقدمه لنا. دلوقتي احنا نقدم بقى عندنا الشيف احمد تخصص حلويات شرقي جميله، وان شاء الله النهارده هيقدم لنا كنافه بالبلح او التمر. مرحبا شيف احمد، مرحب بيكم في ليالي القاهره. هنقدم لكم النهارده طبق كنافه بالبلح. احنا معروف ان الشعب القطري بيحب البلح. البلح اولا بيبقى زي دوت كده، أيوة. بنجيبه بنشيل منه الطعام اللي جوه، نطلعها اول حاجه. بعد ما نطلع كل دوت بنفرمه في المفرمه، المفرمه أيوة. العاديه بتاعت اي ست بيت، بنفرمها في المفرمه وبنحط عليها شويه اللي هي السمنه دي، نحط عليها شويه سمنه صغيره بحيث ان يبقى معانا العجينه بتاعتها مش ناشفه. بعد كده بنحضر بالطريقه دي، بيطلع معانا بعد ما يتفرم بيبقى بالطريقه دي. ده الحشو اللي ايه اللي هنحطه فيه. بنحضر اول حاجه، لو هنحضر اول حاجه في الكنافه كلها هنحضر السيرب بتاعها اللي هو الايه اللي هتشربه. أيوة. هنحط ال 200 جرام سكر على النار معاهم 100 جرام ميه ونسيبهم يغلوا شويه على النار يعني مده 5 دقائق بالظبط. بنضيف عليهم نص ليمونه. أيوة. عشان السكر دوت ما يرجعش سكر تاني، وبنسيبه يبرد. وبنبدا نحضر في الكنافه بتاعتنا، بنجيب صينيتين زي دول نفس الحجم مع بعض، وبنبدا نحط تحت اول هنحط سمنه. ليش نحط في البدايه الزبده؟ دي الزبده عشان هي ما تلزقش، لازم هي وبتديها الوش من تحت. حط بمناسبه السيرب اللي بتتكلم عليه او نوع العسل، في ناس بتضيف له مات ورد او مات ورد، وفي بنعمل عسل الابيض بتاعنا. نعم. يعني نجيب عسل خام خالص، مش لازم نعمل ده، في ناس بتحب الحاجات ديت، فاحنا بنقوم عاملينها بالعسل، يعني نجيب عسل ابيض ونسيبيه. ففي كذا نوع يعني من العسل بردك. ومعكش الكنافه زي ما حضرتك شايفه كده جاهزه، متقطعه جاهزه زي دي. نعم. وبنحط ده على الطبق اللي هي تحت السمنه زي دي، وبنجيب الكنافه. وبقول لكل ست بيت نصيحه، بتحط شويه سكر بودره من دي على الكنافه هتطلع معاها اللون احمر وشكل جميل. دي في ستات كتير ما تعرفش الطريقه دي، نحط أيوة. شويه سكر بودره عليها هتطلع لنا لون الكنافه ذهبي وجميل. بنحط تحت الاول الكنافه كده الطبقه الاولى زي ما شفنا، عملنا الطبقه الاولى بندوس عليها بنفس المسافه بتاعه دي، بندوس عليها عشان تمسك في بعض كويس بالطريقه دي. بالنسبه للبلح انا هقول لكل ست بيت طريقه سهله ان هي تفرد ازاي البلح في الكنافه وما يلزقش في الكنافه. ايوه. بعيد عنها يعني، هو ممكن لو اتحط كده هيلزق مش هتعرف تفرد. احنا دلوقتي هنجيب اي كيسين من عند ست البيت زي دول كده، وهنحط فيهم البلح دوت كده عشان نكبر اصل يتفرد بطريقه سهله وكميله من غير اي متاعب. هنفرده كده هيطلع بنفس الشكل بتاعنا، وهنحطه تحت على الكنافه زي العيش. لما تيجي تفرديه العيش ونفرده احنا كده برضك بنشبعه. نعم. حتى دي طريقه سهله عشان هو ما يمسكش في الكنافه، عشان الكنافه يعني هو ده شديد شويه. أيوة. فلازم نفرده بالطريقه دي. نفس طبعا ما احنا بعض الاوقات نفرد الطحين. أيوة. نفسه يعني الطريقه نفس سهله. وبس في نفس الوقت برضك بنعملها بالبلح الرطب. نعم. بنجيبه بنقشر، بنشيل القشر بتاعه خالص ماشي، وما بنقطعهوش ولا بنعمله، بنسويه زي ما هو. بنجيب البلح بنرصه، نجيب البلح بنرصه نقطعه نصين ونرص هنا ونحطه موجود في النص. وممكن تضيف زي ما شايفه هو طلع بالطريقه دي سهل وجميل. وهنحطها كده بس، ونضيف بعد كده الطبق الثاني والكنافه. نفس ما نشوف مشاهدينا الكرام طريقه الكنافه سهله ووايد حلوه، خليكم ويانا عشان نشوف تكمله طريقه الكنافه. وندوس عليها دوسه خفيفه كده، وهنحط السمنه بتاعتنا، هنحط شويه منها على النار. نعم. عشان تبقى سايحه معانا، عشان تقدر ان هي السمنه تشربها وتكون اللون الذهبي. أيوة. كم دقيقه تخلي الزبده؟ الزبده يعني
دقيقتين مسافة بس هي تفك على النار عشان بحيث ما تنزلش سخن عليها وتنزل تحت تبقى كلها تروح معاها. هو انا عايزها تشرب بس يعني مسلي كده تكون ضيفها للكنافة من فوق هتدينا طعم وشكل جميل جدا. يعني انت الحين قاعد تشرب الكنافة السمن عشان يعطيها اللون الذهبي اللي نحطها داخل الفرن. ايوه بيعطيها اللون الذهبي وهي اللي بتساعد على التسوية بتاعتها السمن. وهندخلها الفرن دلوقتي. شيفنا بنعرف كم مدة تستغرق الكنافة عشان تستوي؟ الكنافة عامة أي نوع كنافة بيحتاج وقت في الفرن والنار تكون خفيفة بحيث إن الكنافة تسويتها بتحتاج نار هادية بحيث إن هي ما تتحرقش مننا على طول لأن هي أوريدي فيها سمنة. فهو لو النار عالية عليها هتستوي بسرعة ومش من جوه مش هتستوي، هيبقى السطح بس من فوق مستوي ومن جوه مش مستوي. فانا بنصح اي ست بيت او اي واحد بيعمل كنافه ان هو يهدي النار عليها تبقى نار كويسه هاديه بحيث ان هي تستوي براحتها واللون بتاعها يبقى احمر ذهبي. نعم. النار بتتراوح من بين 150 ل 160. ان شاء الله يعني الكنافه لا محترقه ولا شيء شكلها مستوي يعني. وهنديها العسل بتاعنا من فوق وما يكونش كتير عشان هي اوريدي البلح بيبقى مسكر فهنديها. نعم. حاجه بسيطه من فوق بحيث ان هي تاخد العسل بتاعها. والعسل زي ما حضرتك شايفه بيبقى متماسك كده ما بيبقاش خفيف ولا يبقى تقيل. نفس ما نشوف مشاهدينا الكرام طريقه الكنافه سهله وحتى يعني اللي حاب يحط العسل وايد او يحب يحطه على حسب الكميه اللي هو يبيها. بس هو بتتقدم بالطريقه دي وبنحطها في طبق وبنقطعها وبتطلع وبالهنا والشفا. الله يسلمك تسلم يدك. كنافه بالبلح او التمر مكونه من 500 جرام كنافة، 250 جرام بلح أو تمر، 200 جرام زبدة، 200 جرام سكر، وكوب ماء كبير. ومن ليالي القاهرة إلى ليالي قطرية في قلب سوق واقف وسط الدوحة اللي يتميز بطابع قطري تقليدي يربطنا بالماضي الجميل. تجد هناك سيدات قطريات يقدمن أشهى الأكلات القطرية مثل الهريس والالقيمات والمرقوقة وغيرها من الأكلات الشعبية بأسعار رمزية وابتسامة لا تفارق وجوههن. بالإضافة إلى أنه دائماً ما يعج بالحركة والنشاط فسوق واقف هو من أشهر أسواق الدوحة وأقدمها